ايش شركتها؟ خلص يا من ورا من ورا خلص. لقد زرعنا وها نحن هنا نحصد ثمار زرعنا وإيصال كل جميل لقلوب الأطفال وزرع هويتنا وتراثنا الرائع لنفسد طمس هويتنا. فالآن مع كلمة لفلسطين مع الطالبة غنى لوحيدي. أنا شبلكم أنا ريحانكم أنا زرعة الحنون أنا شجرة الزيتون أنا الزعفر والزيت أنا الصابرة أنا الصابرة أنا الأم الحنون كتبت شعر المالي وحط علامك فوق المهاجم والكنائس وفوق القدس وفوق القدس وتتلوها الطالبة حنان شكشك. أنا بنت فلسطين وإليها أنتمي وإن ألقوني على المشارق زرعاً حني. خلقت ثائرة خلقت ثائرة لا أعرف هويتي ولكني إذا ما جعت سآكل لحم مختصبي سآكل لحم مختصبي. القدس لنا القدس لنا القدس لنا. لنجعل الحياة أكثر تفاؤلا. سأجعل فلسطين عربية حرة. لنجعل الحياة أكثر تفاؤلا وأملا ونزرع الخير في نفوس الأطفال. ونحن بالعروض التقديمية الآتية نبث روح التشجيع والتقدم لكل طفل يبدع بإظهار موهبته. فنبدأ الآن بالعرض التقديمي لطلاب صف التمهيدي صف المس وفاء فليتقدم. ما في زعل ما في ملل
نشكر طلابنا الحلمين على هذا العرض الجميل. فلنبدأ الآن بعرض تقديمي زميل وطلاب صف التمهيد صف المس مصري. والله العظيم انتقم قاعدينهم بالشمس سنة الفتش السلام ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوالك سيني نستقبل حيب عوالك سيني يا دنيا سمعنا سمعنا أبونا وصانا
كلمتنا ايه والله يا قدس كلمة ليه وحدنا كلمتنا.